طبعا من المهم جدا ان الطالب طبعا كام ده للطالب جايب مجموع هيخليه ينتقل من اكتر من كليه. ليه؟ عشان كل ما قليت في المجموع بتضيق فرص اختيار الطالب للكليات. حتى في كل مرحله بننزل قائمه بالكليات المتاحه لطلاب هذه المرحله باعتبار ان بعض الكليات بتبقى انشغلت في المرحله الاولى. طيب احنا بننصح الطالب ان هو يحاول يبعد عن الكليات اللي فيها فائض من الخريجين. تمام؟ ليه؟ عشان في الكليات دي بتطلع زي ما بنقول كده بطاله في سوق العمل. بننصح الطالب ان هو يبعد عن الكليات اللي فيها اقسام متشابهه في اكتر من كليه. يعني بعض اقسام اللغات هتلاقي فنم في كليه كذا وكذا 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 وكذا. ده بيقلل برضك من فرص التحقق بالعمل فيما بعد. برضك لو انا لقيت في الكليه دي كلها زي ايه مثلا تاني غير يعني مثلا قسم اللغه العربيه هتلاقي في اداب، هتلاقي في تربيه، هتلاقي في دار علوم، هتلاقي في ألسن، هتلاقي في كذا وكذا وكذا. ده فبالتالي بيطلع خريجين كتير من هذا القسم. لما تيجي فيها تعمل تطلب هتلاقي كل ده تقدمه لهذه الجهه. برضك نحاول نبعد عن الكليات اللي فيها كليات اعلى من كليه في نفس التخصص عشان في الغالب بيطلبوا خريج الكليه الاعلى. زي طيب مثلا اعلام واداب اعلام او بالظبط يا فندم. يبقى الاعلام ليه اولويه، اقتصاد وعلوم سياسيه، اقتصاد اعلى من تجاره مثلا. برضك الطالب بننصحه ان هو يقدم في الكليات اللي هي تتيح لي العمل في قطاعات مختلفه ومتنوعه. زي يا فندم مثلا خريج اللغات يمكن يشتغل في الاعلام، يمكن يشتغل في اي شركه سياحيه، يمكن يشتغل في اي الفرص شركة قدامه اوسع. بالظبط يا فندم. نفس الشيء بالنسبه لخريج كليات الذكاء الاصطناعي. بنحاول نشوف التخصصات الجديده في مجال العمل ونلتحق بها. بس احنا للاسف احنا فكره كليات القمه زي ما حضرتك اتكلمتي من شويه ودكتور احمد، مشكله كليات القمه احنا مش قادرين نتخلص منها لغايه دلوقتي. رغم ان احنا بنحاول نقنع اولياء الامور والطلاب ان في فرص عمل او فرص او تخصصات جديده جدا ومؤهله كويس جدا لسوق العمل، لكن في مقاومه من اولياء الامور. انا عايزه برضو هنا اسال الدكتور احمد عن الجزئيه دي، خصوصا مع التوجه اللي احنا شايفينه مؤخرا بشكل قوي ومحترم، نموذج الجامعات التكنولوجيه. ده يعني انا ما اعرفش ازاي ده ما نطلقش عليه كليات قمه برضو. تمام. والحقيقه ده يعني واضح كمان من مستوى التنسيق اللي بيدخله، يعني في بعض البرامج في هذه الجامعات التكنولوجيه اصبح بيدخلها مجاميع تقارب ما يطلق عليه كليات القمه، فيعني اصبحت مشكله. الجامعات التكنولوجيه بتمثل زي ايه بقى حضرتك؟ يعني افرض لنا كده المساحه التكنولوجيه. يعني زي ما كده حضرتكم سمعتوني كذا مره، هم في 10 جامعات تكنولوجيه ممتاز. الدوله وفرتها وان شاء الله تسعى ان يعني يزيدوا. تمام. ان هو ده بيحقق يعني بيملى الجاب اللي احنا او الفجوه اللي احنا بنتكلم عليها موجوده. يعني كلنا انا في عمل لما بنطلب خريجين معينين او في مهن معينه ما بلاقيش حد خالص. صحيح. بينما لو بطلب مثلا سكرتاري اعمال اداريه بلاقي الاف الطلبات ومش لاقيين شغل. طيب الجامعات دي يعني موجوده في انحاء الجمهوريه، وتم اختيار الاماكن بحيث تغطي كل المناطق. البرامج تم اختيارها نوعيتها وعددها بحيث برضو يغطي الاحتياجات، يعني زي ما اشرت الى الذكاء والذكاء الاصطناعي والامن السيبراني فهتلاقي مثلا من العشر جامعات في 8 جامعات بتقدم برامج في هذا الاتجاه. بينما في بعض البرامج تكون برامج نوعيه، مثلا صيانه السفن واللوجستيات مثلا تلاقيها في جامعه واحده. خلينا برضو نقسم الكليات اللي تحت مظله الجامعات التكنولوجيه الى 4 انواع. تكنولوجيا الصناعه والطاقه اللي هي فيها بقى من اول الكمبيوتر تكنولوجي وصيانه الاجهزه الكهربائيه، الطاقه الجديده والمتجدده وتكنولوجيا العلوم الصحيه التطبيقيه، التصنيع الدوائي والاطراف، وعندنا بعض الحاجات يعني عندنا في الاطراف الصناعيه ده برضو تخصص موجود. عندنا تكنولوجيا السياحه والفندقه. يمكن لسه ما اتفتحش كليات تكنولوجيا المال والاعمال الا في بعض الحاجات الخاصه، لكن كل هذه الطيف الكبير من الكليات اللي بتخدم التخصصات اللي العالم بيحتاجها دلوقتي مش بشكلها القديم. يعني كان زمان مثلا ممكن ناخد واحد في كمبيوتر ساينس، كمبيوتر ساينس أو تجاره مثلا في شركه سياحه. لا، كل ما دلوقتي احنا شايفين التكنولوجي محتاجين واحد عنده خبره بالتعامل مع الـ مع الـ مع الجهاز الكمبيوتر. حاجات متخصصه قوي، متخصصه كل شويه، التخصصات بتزيد والمهارات المطلوبه بتزيد، مما استتبع انها دلوقتي تصبح
برنامج كامل يحتاج خريجه الى شهاده البكالوريوس حتى استطيع ان يتم المطلوب منه. طب الاقبال بقى من ضخم جدا على التخصصات دي، واحنا دايما بنفتكرها حاجات بعيده او لسه مش فاهمينها قوي. الاقبال عليها شكله ايه؟ طيب يعني طبعا الاقبال من اكتر الحاجات يعني اللي في اتجاهات القطاع التكنولوجي الطبي، وطبعا والكمبيوتر التكنولوجي والطاقه الجديده والمتجدده دي يعني من الحاجات اللي عليها اقبال شديد جدا. طب دكتور تامر، ايه رايك بقى برضو فكره التخصصات الجديده دي كواحده من اهم السبل والاليات لمعالجه فكره الفجوه والثقافه القديمه، كليات القمه وكليات القاع، والنهارده اللي بيسمعنا وبيفكر كده دايره في ذهنه انه يقدم في كليه من الكليات دي بس متردد او خايف؟ طيب هو طبعا كليات التكنولوجيه توجه جديد من الدوله المصريه، يعني فعلا توجه ممتاز جدا، وهو زي ما دكتور احمد قال بيغطي فجوه معينه اللي احنا بنعد كوادر فنيه لسوق العمل. بعد ما كنا بنعد كل اعدادنا في الغالب يعني جواد نظريه وموظفين نظريين، لا احنا بنجيب الناس اللي هم مؤهلين ومدربين وقادرين على القيام باعمال فنيه في مجالات محتاجه سوق العمل، سواء مثلا تكنولوجيا اطراف صناعيه، التبريد والتكييف، المنسوجات والكلام ده كله. زي ما دكتور احمد قال برضك ان هم بيراعوا حته التغطيه الجغرافيه للكليات دي في محافظات مصر مختلفه، بحيث يعني بقينا نشوف في الصعيد تخصصات لاول مره بنشوفها. تخصصات تكنولوجيه متقدمه جدا، وخلي بال حضرتك كل كليه بتخدم البيئه المحليه اللي هي فيها، يعني ممكن المنسوجات اللي هي مثلا في الغربيه او في المحله وكده او في سمنود، تمام، كذا في كذا. طيب هنا زي ما بقول لحضرتك، بس اعتقد ان الكليات التكنولوجيه فيها مشكله، مش مشكله يعني معنى مشكله، ان هي بتقبل عدد محدد من طلاب الثانويه العامه، 20% استاذنا والتعليم الفني، تعليم فني، يعني هي نسب لا متحركه، يعني احنا برضو فليكسبل كفايه. اما بنشوف الاقبال اللي جاي بنلاقي طبعا دلوقتي عائدين مش من اوكرانيا، من السودان، الوافدين، في ناس برضو يعني دي ميزه يمكن ناس كتير ما تعرفهاش، ان الناس اللي اتموا مرحله التعليم فوق المتوسط اللي هو السنتين الكليات التكنولوجيه القديمه او اللي هو النظام الخمس سنوات، تم ده اتم جزء من تعليمه العالي، فده بيتفتح له كمان هو ممكن يتقدم تقديم مباشر الى هذه الجامعات التكنولوجيه ويتعمل له المقاصة العلميه اللازمه ويقول له خلاص انت ممكن تيجي على مثلا جزء في سنه ثانيه، في سنه ثالثه لازم تتم المواد دي. فدي فتحت خارج مجال التنسيق، فتحت امكانيات ان ناس عاوزه تتم تعليمها، وده ممتاز يعني. طبعا ده توجه حلو، وبعدين فكره الربط برضو ما بين التخصصات دي وبين التعليم اللي بيسبق الجامعه او اللي هو البديل عن الثانويه العامه، ده يخلق خريج قادر بقى فعلا ان هو يبقى عنده المهارات يعني مش النظريه، طب طالع ماسك المسار من اوله. وعلى فكره وزاره جامعه القاهره الجديده التكنولوجيه حاجه على اعلى مستوى، وعلى فكره الاقبال فيها كان جامد جدا كده. بس النقطه هنا بتاع الثانويه العامه ان هو اقبال او بتقبل 20% من خريج الثانويه العامه. طيب في برضك بديله فن مش عايزين نغفل عنه اللي هو الجامعات الاهليه اللي بتقوم بيها الدوله المصريه. مهم جدا. وانا شايف ان التوجه للجامعات الاهليه والتكنولوجيه بيرجع الى مجموعه من الاسباب. ايه هي فن؟ اول حاجه ان الجامعات دي كلها تحت مظله وزاره التربيه والتعليم.